سيدة أمريكية أثارت الرعب بين الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية، شكلت كابوساً لكل رجل إبان الثمانينيات، وصار الرجال يحسبون ألف حساب قبل محادثتهم لامرأة غريبة. وبرغم جرائم السيدة إلا أنها حصدت تعاطفاً كبيراً من الناس. ولدت إيلين وارنس بولاية ميتشيغان عام 1956. انفصل أبواها قبل 4 أشهر من ولادتها، فعاشت مع أمها، وفي 6 من عمرها انتحر والدها في السجن بعد اتهامه باغتصاب الأطفال. ثم تخلت عنها والدتها لتعيش إيلين مع جديها. لم يكن الجدين أفضل حالا من الأبوين، بل كانا أكثر قسوة. ووصل الأمر لاعتداء جده عليها جنسيا تحت تأثير الكحول. زاد بؤس الطفلة حينما اعتدى عليها أيضا أصدقاء جدها، فحملت إيلين سفاحا وهي في 14 من عمرها. وعندما علم جديها بالأمر طرداها من المنزل. أنجبت إيلين طفلها بأحد المستشفيات وتركته للتبني. تدهورت حياتها أكثر وضاعت في غياهب التشرد. اتخذت من سيارات الخردة منزلا لها وعاشت بداخلها، واضطرت لممارسة أعمال غير مشروعة من أجل المال، وانتهى بها الحال لإدمان المخدرات والكحوليات. بعد ذلك انتقلت للعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهناك التقت برجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما. نشأت بينهما علاقة، لكنها لم تستمر سوى شهر واحد لأنه كان يضربها باستمرار. فقررت إيلين الهرب لتنتقم من الرجال وتحديدا كبار السن. كانت تصطاد ضحاياها باستيقاف سائقي السيارات، وبعد ذلك تستدرجهم إلى الغابة وتقتلهم رميا بالرصاص. قتلت إيلين 7 رجال في عام واحد بنفس الطريقة، حتى استطاعت الشرطة في النهاية القبض عليها عام 1990، إذ أبلغ أحد الأشخاص الشرطة بأنه شاهد إيلين تنزل من سيارة أحد الضحايا. وبعد التحقيقات وجدت الشرطة بصماتها على مقبض باب السيارة. في البداية أنكرت إيلين كل تهم موجه إليها، لكنها بعد ذلك اعترفت أنها قتلتهم بعدما حاولوا التحرش بها واغتصابها، وأن ما قامت به كان مجرد دفاع عن النفس، حتى أنها صرخت بوجه القاضي: أنا بريئة، سلبتم عمري وسوف أنتقم. الغريب أن إيلين رفضت دفاع المحامين عنها، وكانت تطالب القضاء في جلسات المحاكمة بإعدامها. وخلال محاكمتها وقفت أمام القاضي وقالت: يجب أن أعدم، لأنك لو أطلقت سراحي سأفعل ذلك مجددا. نجحت وقتها في كسب تعاطف البعض بسبب الحياة التعيسة التي عاشتها، ورغم ذلك حكم عليها بالإعدام عام 2002. شاركنا برأيك، هل ترى إيلين وارنس مذنبة أم ضحية؟